جديد جديد من مؤسسة إبراهيم المولى. اسم وعنوان. عنوان الروم اجهال المعرف معنى العتاباي طويل اللي قل الرايد عتاب الروم اش ترجى منه اي والله يا علي ابو عزيز ولان البريض من يد الخلاج بس عين عين العريس عين 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 تحية خاصة لأحمد جمال الشهيد البطل شهداء العراق الشهيد البطل أحمد سيدي الشهيد البطل محمود يعني ملازم محمود العبيد الشهيد البطل تحية خاصة لأخوي الفواز الحج فواز أحلى سهرة أحلى مرتاح الحج فواز تحية خاصة الحج فواز الكلب والله يا حواس القيسيان المريض من يد الخلاج بس عين 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 يا ولان المريض من يد الخلاج بس عين عين عنوان الروم عين عين ولي ربي أخلج كل الخلاج لو بساني أخلجتني إلى المصايب والعذاب والله عادينا مرتاح كثير الزين هذا لي يا شمي ولي تحية خاصة العبير عمي وضي موي تحية خاصة لأبو مجد خاصة الملق صايد يعني الملق صايد أيهم الزين حواس القيسي أجمل تحية خاصة من حماية الأمن للعريس من أمن الحج للعريس للعريس محمد عباس يا ولي يبكي وبجان معزوز عين الرحال يبكي وبجان معزوز عين الرحال أحلى تحية خاصة الملازم يونس دورة 82 مية هلا أبو حيدر عموري تحية خاصة لأحمد صالح جميع الحضور
والله يا ابو حمزه يا عين بعزوز عين راح يبكي وبتعيني والله منهم لفانا خفار عين 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 الربعين يا ولي ريت ما جاني يا ولي ريت ما جاني اي والله يا الواوي عيني رغات ما جاني منهم لفانا خبر يا ابو يا زيل عبك ربع الابضاب يا زيل يا زيل عبك ربع الابضاب اي والله يا عيني عبد الرحمن الجبور يا زيل عبك ربع الابضاب يا زيل